اهلا وسهلا بيكم من داخل قناة الصحة والجمال، برنامج أم الدنيا. معاكم محمد عطفي. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم نماذج مشرفة ومجالات جميلة جدا بتفيد المجتمع والمشاهد. النهاردة معانا خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة هند العقاد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اتشرفنا بحضرتك، وطبعا سامعين عن حضرتك سامع بره مقصر الدنيا. طبعا مركز التجميل بيقدم خدمات مميزه، فالنهارده حابين بس نعرف ايه الحاجات اللي متواجده عن حضرتك، انواع الخدمات واسعار الخدمات وعنوان المكان بتاع حضرتك. فبس احنا هنشغل نبذه عن الدكتوره، تعرفنا مين هي الدكتوره، نشغل النبذه ممكن. هند العقاد صاحبة أكبر مركز تجميل في مصر كلها، مركز شهرزاد سوان. كل ما يخص جمالك تحت إشراف خبيرة التجميل والتغذية العلاجية هند العقاد. المركز بيضم 6 غرف، يعني لو محتاجة يكون جسمك رشيق معانا في غرفة التخسيس هتوصلي للوزن المثالي، وموجود أحدث أجهزة الجيم ومتابعة التغذية واستخدام أجهزة الكافيتشا الليزر. ولو عندك الآلام في الفقرات أو لو حابة تهتمي ببشرتك وفرنا لك غرفة الساونا وغرفة الجاكوزي ومساج للجسم، وكمان متوفر غرفة كهف الملح لعلاج جهاز التنفس والجيوب الأنفية وحساسية الصدر ومعالج لآلام المفاصل وعلاج التوتر العصبي وكمان فرط الحركة عند الأطفال وحالات الاكتئاب، بالإضافة لجزء علاجي روحاني. ومش بس كده، لكل عروسة عندنا غرفة خاصة فيها أحدث تقنيات التجميل، يعني مكان واحد شامل كل حاجة، وده علشان جمالك يهمنا. مركز شهرزاد سوان معانا هتكون ملكة. تحت إيدك. ورجعنا لكم من الفاصل، ونرجع مع الدكتورة هند العقاد خبيرة التغذية العلاجية. النهاردة هنستمتع إن شاء الله بإجاباتها على الأسئلة اللي بتتردد علينا دايما. وأرحب بزميلتي الإعلامية نهال الحريري. أهلا وسهلا. إزيك يا محمد؟ الله يخليك، أخبارك نهال؟ ازي حضرتك يا دكتوره هند؟ اهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا النهارده. إيه، كنا عايزين نتعرف على حضرتك اكتر، يعني ادينا نبذه حضرتك مختصره كده. اوكي. دبلومه التغذيه العلاجيه هي عباره عن تغذيه اكلينيكيه وتغذيه مرضى الاطفال ومرضى السكر ومرضى القلب. هي مش بس تغذيه علاجيه، هي بس بيبقى فيها جزء كمان للدايتريشن، ازاي تباعه، واكتر نظم بتبقى مختلفه مع كل طبيعه جسم. طب ايه اسهل طرق في العلاج للدايتريشن؟ اولا هي بتبقى في حاجه دي بتبقى لازم المريض بيتابعها في الاول. بيبقى ليكي اكتر من هيستوري مرض. لو في اي حد بياخد ادويه من اي نوع، بيبقى معروف عنها مثلا ثابت اثار جانبيه. كل ده بيبقى لازم اتباعه في الاول بنظم مختلفه. بمعنى لازم يعني اولا بتبقي انت امتنعتي عن كورتيزون فتره طويله، بعدها الجسم بيبدا يعني شويه شويه ان هو يقل. لان الكورتيزون بطبيعته بيعمل مشاكل كتيره قوي، فعلا بينفخ الجسم بالظبط. والناس اللي هي بتبقى عندها املاح عاليه، املاح عاليه دي برضو بتثبت الوزن. يعني لو في اي حد بيعمل حتى نظم دايتريشن ما بتبقاش هي الاكتيفيتي ليها بالنسبه ليها، غير بعد ما هو بيتعالج من الشيء نفسه زي الاملاح. الاملاح بترسب اغلب الوقت الوزن لغايه ما بعد كده بيتعالج منها وبيبدا بقى حبه بحبه. ونظم التغذيه هي بتزود الوزن ولا بتثبته؟ بتثبت الوزن. بتثبته. يعني ممكن هو يعني يفضل عامل دايت مده طويله قوي، ولكن ولا ينزل الوزن ولا يتحسن. دكتوره احنا لما كنت في الزياره للمركز عند حضرتك، انا حابب بس تعرفي المشاهد، انا شفت عند حضرتك 6 غرف مجهزه على اعلى مستوى، فطبعا انا عايز بس تعرفيني وتعرف المشاهد الاجهزه اللي موجوده عند حضرتك. 6 غرف عند حضرتك تخسيس، وعند حضرتك علاج بالاملاح من الطاقه السلبيه بالزبط. والاشياء اللي احنا شفناها، فعايزين نتعرف بس
عند حضرتك ايه الاجهزه اللي موجوده عند حضرتك؟ 6 غرف، عرفينا كل غرفه فيها ايه والاجهزه اللي موجوده فيها. اوكي، اولا انا في ساونا اللي هي العاديه، انا عامله ساونا حاجه مختلفه شويه، معالجه بانفراريد، هي بتعالج في اشخاص بيبقى عندهم تيبس عضلات والام ظهر وفقرات. طبعا هي بتبقى ليها شق اكتر تجميلي، ولكن هي معالجه بانفراريد بحيث ان هي تبقى فيها جزء ميديكال، علشان بعد كده بخرج منها ما يبقاش جسمي حاسه ان هو في جزء يشادد او في حاجه مش مظبوطه. ده بالنسبه للساونا. بالنسبه لفي كهف الملح، كهف الملح ده حاجه بتعالج الطاقه السلبيه، جزء اكبر منها كمان لحالات الاكتئاب، التوتر العصبي، فعلا بيدي نتيجه، فرط الحركه عند الاطفال. طبعا طبعا دكتوره، يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك برضو، احنا ما تعرفناش لسه على ال6 غرف اللي احنا شفناهم مجهزين على اعلى مستوى. الاول حضرتك عرفينا بالغرف، واولا قبل اي شيء احنا عايزين نعرف العنوان بتاع حضرتك. اوكي، هو اكتوبر الحي الخامس، شارع 20، 965 عمار. تمام. الغرف انت كده عرفتينا بغرفه الساونا، الساونا والتخسيس، صح؟ تمام. فكده ندخل على الغرفه اللي بعدها ونتعرف. التخسيس في اكتر من شق، في الكافيتيشن ليزر، هو بيخسس بالسنتيمترات، وفي متابعه تغذيه، وفي بقى اجهزه الجيم، تريد ميل، اوربتريك، مالتي جيم. ده بالنسبه للتخسيس. لما اتكلمت مع حضرتك وكنت في الزياره في المركز، فطبعا على الملح، الملح السيوي ملح صخري سيوي، ملح صخري سيوي. الملح الصخري السيوي انا شفت حضرتك كمان بتتكلمي بتقول ان هو بيعالج عضوي وبيعالج روحاني، فعايزين نتعرف من حضرتك عن الاشياء دي. هو في شق بنسبه 30% اهل سيوه والناس اللي هم بيعالجوا بالطب البديل اثبتوا علميا فعلا ان هو فيه هرمون اسمه هرمون السيروكسين. هرمون السيروكسين ده بيسموه، بيصنفوه ان هو هرمون السعاده. شق منه اكبر ان هو بيعالج اللي عندهم توتر عصبي، وفي اكتر من حد صنفه ان هو فعلا حرفيا بيعالج الحسد واللي هو الشق الروحاني. يعني فعليا علاقه نفسيه شويه. يعني بالظبط، يعني فعليا الملح الصخر السيوي بيعالج العضو وكمان بيعالج الروحاني، بس ايه في الروحاني؟ الحسد، الحسد. وفي شق تاني برضو اللي هو السحر والحاجات دي، بس طبعا يعني عشان نخوض فيها بتبقى يعني الافضل بيكون شيخ يعرف كل القصه دي، لان هو بيبقى بدا فيها من ايتو زد، مثلا بقران، بعد كده نقعد في الكهف مثلا حوالي 45 دقيقه. فهي بتبقى ليها اكتر من شق. ولكن سمعت اصلا ان الملح فعلا يعني ليه علاقه بالحسد والحاجات دي، بيمنع الحسد طبعا. بس هو ده ملح اكتر من هو ملح طبيعي. لا، هو ملح صخري سيوي. ملح صخري ده اصلا حاجه طبيعيه جدا، بخلاف اللي هو الملح العادي او لا، ده ليه شق اوسع بكتير، نطاقه اوسع وافضل. طيب نتعرف على الغرفة الثالثة بعد غرفة الملح الصخر السيوي. تمام. هي فيها جزء تجميلي وديرما بين وإزاي شعر بليزر، وهي بقى فيها طبعا تجهيز عرايس وشق تجميلي بقى خاص بقى بالميك اب والشق ده، ميك اب وكوافير واشياء. بالظبط، تبع العرايس دي، خاصه بقسم تجهيز العرايس. ليه اداره كمان، ليه اداره لوحده. ليه اداره، كل غرفه مختصه بالاجهزه والاداره بتاعتها. بالظبط، يعني لو في عروسه تروح تطلع. بالظبط، ليها ميك اب ارتست لوحدها. كل حاجه تبقى. بالظبط. طيب الغرفه الرابعه اللي موجود فيها، وايه الاجهزه اللي موجوده، وايه الوظائف اللي هي بتقوم عليها الاجهزه؟ تمام. هي فيها قسم مساج، مساج علاجي بالهوت ستون، وفيها قسم تاني برضو في نفس الغرفة بيبقى مساج اللي هو التاي تايلاندي. ده برضو بيعتمد اكتر على الناس اللي هي بتبقى عندها مشكلة في تيبس عضلات. يعني هي انت ان هو الهوت ستون بيعالج ده. ذكرت نوعين من انواع المساج، فعايزين نتعرف على اول نوع وتاني نوع كده. في نوعين، فهل ده بالاجهزه؟ في سوفت وهارد، ده اللي هو المتعارف عليه. لكن الشقين التانيين دول لا، هو بيبقى ليهم اكتر جزء ميديكال طبي اكتر.
ده كله شغل اجهزه، ده اجهزه المساج اجهزه بالظبط. في اي كيميكال اي مواد بتتحط مع المعينه او حديث حضرتك جايباها بالنسبه للمساج؟ لا لا نهائي، هي بس بتبقى اهم حاجه اللي هو الجهاز الهوت ستون، لان ده جهاز بينضبط على حراره معينه وبيتحط في وضع معينه في الظهر، فالاعتماد الكلي عليه طبعا. طبعا. طب حضرتك يعني المساج والتخسيس والحاجات دي كلها، يعني لو جه مثلا مريض بتعرفي تشخصيه ازاي؟ بتدخليه عليه الاول، بتشوفي طبعا الحاجات اللي هي الروتينيه المبدئيه، بتوزني، بتشوفي وزنه حسب العمر والطول والسن والهيستوري، لو ليه هيستوري مرض مثلا كان بيتعالج من حساسيه صدر، من في ناس كتير قوي قوي بتبقى عملت عمليات جراحيه وخدت نسبه كورتيزون عاليه قوي في الجسم، بتلاقيها جسمها كله منفوخ ولكن ممكن يكون اكلهم بسيط. طب انا حضرتك شايفين ان في امراض دايره في المجتمع، شايفين ان في سمنه مفرطه، شايفين ان في نحافه حاده، شايفين ان في حاجات كتيره للمريض او مش مريض بيبقى داخل عند حضرتك، عايزين نعرف اول خطوات المريض داخل المركز بيتعامل معاه ايه؟ اول حاجه يعني هو بيقول كل اي حاجه عدت عليه كمرضي او تثبيت وزنه، هو وصل لغايه كده ازاي؟ يعني في ناس بتبقى وزنها مثلا وصل لغايه 100 كيلو يثبت بقى كام سنه بالظبط، قعد في العمر قد ايه وهو كده. بطبيعه الحال لو هو عمل اكتر من برنامج دايت وما فيش اي نتيجه بدون اي جدوى، لازم بقى يبقى فيه تحاليل ليه، بيقدر من خلالها يعرف ايه المشكله بالظبط اللي عنده. طبعا بيتوالى بعدها الاحداث بقى ان هو بيبقى ماشي برنامج تغذيه قوي جدا، كلها طبعا حاجات من الطبيعه، في ناس بتبقى عايزه تبقى طريق اسهل شويه تاخد ادويه وحاجات تنزل الوزن، ولكن ديت بتبقى برضو شق ايجابي بس لكن هي من الطبيعه اكتر. طب يا دكتور معروف مننا كتير قوي، يعني خصوصا طبعا احنا دلوقتي مرض السكر بقى مرض عصري والناس كلها طبعا عندها السكر، فانت تنصحي ايه لمرض السكر؟ يعني تنصحيهم بايه؟ ايه الدايت مثلا؟ ابتعد عن النشويات تماما، ابتعد عن النشويات تماما والدهون. وكمان في شق تاني، توتر العصبي. التوتر العصبي ده اكتر حاجه ممكن اكتر حاجه فعلا حرفيا ممكن تعمل نتيجه عكسيه لاي حاجه. يعني مثلا انا بعمل دايت النهارده، ممكن النهارده الدايت بتاعي ده يفشل بسبب الظروف النفسيه او الصحيه ديت، بتفشل بسبب التوتر العصبي فعلا. طبعا يعني مرض السكر بيزود في الوزن، ولا احنا المفروض نعمل نظام غذائي يعني، ولا نمنع ايه مثلا يعني؟ هو مش هيزود في الوزن في حاله واحده بس، لو هو في ادويه مظبوطه ونظام اكل ورجيم متبع طول الوقت، النشويات كلها بالظبط بالظبط، بس ياكل عادي طبيعي ويعيش حياته عاديه جدا بس من غير بقى سكريات. الاكل نورمال بقى بالظبط، الاكل نورمال وخضروات كتير، وبتاعه طبعا عن النشويات تماما طبعا، لان هي دي اكتر حاجه تعلي السكر وتعلي الوزن. دكتوره طيب الانظمه الغذائيه الاساسيه، يعني مثلا واحد ولا عنده سمنه مفرطه ولا عنده نحافه وعايز يمشي على نظام غذاء ميزان، فبالتالي ايه اللي بيتحدد له من عند حضرتك بالنسبه للبروتينات وبالنسبه للالياف وبالنسبه للنشويات وبالنسبه للفيتامينز وبالنسبه للكالسيوم وبالنسبه لكفاءه المناعه؟ هي بتبقى نسبه وتناسب، نسبه خضروات وبروتين وسوائل وفواكه، لازم الاربع حاجات. كمان في حاجات تانية، في ناس تقول لك انا مثلا ايه، انا مش باكل فاكهه نهائي وماليش فيها مثلا، ما بحبش اكلها. لا، هي لازم يدخل منها شق، لان هي الفواكه فيها سكريات طبيعيه. والميه طبعا يا دكتور، بس طبعا سوائل كلها ميه. المفروض نشرب كام كوبايه ميه مثلا في اليوم؟ من لتر ونص لترين. انا دكتوره بالنسبه 6 كوب او 8 كوب بالنسبه للميه، انا كنت الاول بقرا، فلما قرات عرفت ان محددين نسبه معينه بالملي، يعني مثلا قالوا لكل كيلو في جسم الانسان 30 ملي متر مكعب، فهل هي نسبه كربوهيدرات صح كده؟ ده اللي حضرتك تقصده؟ تمام. نسبه الكربوهيدرات اللي في الجسم بيتحدد من خلالها متابعه بقى البروتين والسوائل في الجسم، صح؟ من بعدها انت بتقدر تحدد
البرنامج انت تمشي عليه طول الوقت. ده بالنسبة للمية. طب بالنسبة لفصل الشتاء، احنا عارفين ان اي واحد طبعا انتوا عارفين حالة الطقس والمناخ اللي احنا عايشين فيه ان بيبقى فيه برودة ثبات وزن. فبالتالي تنصحي بايه بالنسبة للفواكه؟ انا شايف ان مثلا عشان ارفع كفاءة المناعة بتاعتي فلازم يكون فيه عسل طبيعي على معدة فاضية، لازم يكون فيه فيتامين سي زي البرتقال والليمون والكي والافوكادو والاشياء دي، فبالتالي انت تنصحي بايه حضرتك بالنسبة لرفع كفاءة المناعة عشان نقدر نتقبل فصل الشتاء واحنا ما نتعبش؟ مش اي واحد في اي وقت ياخد برد يتعب بيقعد، احنا بنشوف ناس بتقعد اسبوع و15 يوم بتتعالج من البرد. بالظبط. الاورنج طبعا ده اساسي، البرتقال لازم، يعني فصل الشتاء تقريبا كله ما بيخلاش منه الصبح لازم. يعني اول ما تصحي تاخدي اورنج ولا لازم؟ لازم. مع انه في املاح، يعني انا عارف مش بنسبه كبيره، يعني انت ممكن تشرب اورنج بس مش بنسبه كبيره قوي، يعني مش مثلا 2 كوب او 3. طب ويستحسن نشربه ولا يتاكل؟ الاثنين هي نفس النتيجه. بس بنشوف كده في البرتقال لما نيجي نقشرها فبنشوف العصير ان احنا بناخد الماده نفسها الكيميكال نفسه، لكن لما بنيجي ناكل برتقال مش هنقدر ناكل اكتر من برتقال عشان انتوا عارفين على فترات، يعني ممكن على مدار اليوم اكتر من ثمره. بالظبط. يعني مثلا يعني تنصحي بايه في رفع كفاءه المناعه او الفيتامين سي غير البرتقال؟ يعني انت حضرتك ذكرت البرتقال بس، طب في ناس بتقول لي ايه اول ما بيجي عندها برد كوبايه ميه سخنه الصبح ليمون وعسل وليمون ليمون وعسل وجنزبيل؟ حضرتك اذكري لنا ايه اللي ممكن يكون على طاولته على سفرته يتناوله. والله لازم الميه بليمون بدون سكر. بدون سكر. ميه بليمون فيتامين سي عالي جدا، وفي نفس الوقت ما فيش اي سكريات خالص فيه، وصحي بيحسن الهضم، فده بالتالي بيبقى مفيد قوي اثناء الاكل كمان. طب يا دكتور العسل الابيض مفيد اكتر ولا الاسود؟ اصل احنا طول عمرنا عارفين ان الابيض اللي المفروض يتاخد. ده سؤال مهم جدا. ده وظيفه وده ليه وظيفه ثانيه خالص. سؤال مهم جدا يا، فعلا اختارت سؤال مهم جدا، لان في ناس دلوقتي يقول لك لا العسل الاسود وعليه ليمونه بيبقى احسن 100 مره من عسل ابيض، فاحنا عايزين ده بالنسبه ايه للبرد ولا في الشتاء عموما؟ عموما في الشتاء للبرد، احنا عايزين نعرف ده. والناس بقى عندها فقر في الدم وعندها انيميا، انا بشوفهم ان هم بيتجهوا للعسل الاسود. الاسود. العسل الاسود بيكون فيه نسبه حديد عاليه. بالتالي هو بيبقى مفيد في الشق ده. ولكن العسل الابيض بيبقى مفيد في حاجات كتير قوي، بيعلي الحرق. تمام. لو على ميه دافيه الصبح بيعلي الحرق بنسبه معينه. فده ليه وظيفه وده ليه وظيفه ثانيه خالص. بس ما بيزودش مثلا في الوزن ولا حاجه؟ هو مش هيزيد كميه العسل. هي معلقه واحده بس، معلقه واحده على كوبايه ميه سخنه او نص كوبايه. عايز حضرتك كمان تنصحي الناس، احنا بنشوف دايما على الساحه وفي الاسواق في الهايبرات والماركتات اللي موجوده بره بنشوف ان في تلاعب في العسل، يعني ممكن واحد يجيب عسل على اساس انه عسل طبيعي وبيرفع مناعته وبيظبط له دينته في كل حاجه، بيبقى سكر. فحضرتك كمان بنشوف العسل، هو ده بيبقى الاهم فيه ان هو يكون من مكان من مصدر موثوق، يعني من منحل او بالظبط. او شركات دلوقتي يا محمد ده كتير قوي، الشركات بيبقى في بارتيشنات كده في المول بيبقى، يعني بس في ماركه معروفه بس يكون من مكان تمام. يعني انا بشوف بشوف ان مفيش رقابه على يعني دي بمناسبه السؤال ده، انا بشوف ان مفيش رقابه على السلع وعلى المنتجات الغذائيه، ان عشان المواطن في المجتمع ياكل اكل امن، يعني انا اصلا بناشد ان يكون فيه رقابه على حاجه زي كده، مش اي واحد يعمل منتج عسل على اساس انه عسل ويطلع ميه بسكر. بتروح العصاره بتعتمدي اعتماد كلي ان انت تشربي اي عصير بتلغي السكر عشان تشربيه بعسل، تبص يتضح لك ان ده كمان ميه بسكر، فبالتالي ما بتستفيديش بالعسل. انت كمان بدور، خاصه ان في ناس بيبقى عندها شوجر بيبقى عندها سكر، وطبعا مش عايز عسل طبيعي. بالظبط. فتطرح بقى تلاعب الهايبرات بس المرضى السكر برضو نسبه العسل، يعني العسل لما يجوا لو انا مثلا عايز الصبح عايز اخد معلقه على ميه دافيه ببقى في نسب بسيطه ليا، مش لازم اكون انا مريض سكر واشرب وتشرب ميه بعسل طول الوقت. لا مش شرط طبعا، لازم يكون نعمل حدود شويه. لا لازم يكون في تحاليل انت عملتيها فهي السكر مظبوط، مفيش منه اي مشكله، مش بيعلى بصفه مستمره. يبقى لكن سكري مش عالي اطلع اشرب كوبايه ميه بالعسل، لا مش هينفع طبعا. بالزبط. على الريق كمان طبعا من غير اي فطار بتاع، مرض السكر بيبقى ليهم حدود شويه في التعامل.
بالظبط. وكمان اكل الفاست فود ده بيعلي السكر. هكلمك فيه. بيعلي بالنسبة السكر للأطفال جدا يا دكتور، الاطفال الفاست فود واخد معاهم يعني كل حاجه الفاست فود، وتلاقي دلوقتي في سمنه مفرطه عند الاطفال، ده حلهم ليهم حل طبعاً. ولا بيقول لك لا الاطفال عشان نفسيا ما يتعرجوش وسيبيهم زي ما هم ولا ايه؟ لا لا لا، بيبقى في كنترول. غير الكنترول يعني ممكن نعمل ايه؟ مثلا انا دلوقتي مثلا عندي ابني عنده سمنه مفرطه او وزنه زايد عن سنه وطوله كده، اعمل ايه اول حاجه؟ ان انا اتجه لها بيبتعد عن كل الاكل الفاست فود. ثانيا متابعه الام في البيت، لازم يكون هو اكله صحي، خضروات، سلطه، فاكهه، شرب ميه، يتحرك كتير، رياضه. رياضه طبعا طبعا. لكن ما تنصحيش ان هو يعمل دايت دايت غير ان هو بس يشيل منه النشويات. اي طفل لو جه عمل دايت طول الوقت يعني مستحيل. انا اسمع ان هو نفسيته يعني بتتدمر في حاجه زي كده. بالنسبه للاطفال لان هي مش هتقدري تاخديه على طول ويستوعب ان هو يفضل عامل دايت مره واحده. لا صح. أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، النهاردة كانت في استضافتنا وحل الضيف علينا النهاردة الدكتورة هند العقاد خبيرة التغذية العلاجية، وفعلا كانت ردودها وإجاباتها على الأسئلة اللي بتردد علينا دايما مفيدة جدا. وطبعا الدكتورة هند العقاد عندها مركز تجميل، وهي ذكرت في السابق اسم مركز تجميل والعنوان، فهتذكر برضو اسم المركز والعنوان عشان الناس تتعرف على المركز وعلى الدكتورة هند العقاد اللي هي خبرة وكيان كبير جدا. ولكن احنا النهاردة حبينا احنا نستضيفها عشان نعرف الجمهور اللي موجود على الساحة بره عشان يبقى عارفين يتجهوا فين لما يكون عندهم اي حاجة متعلقة بالمركز بالنسبة للخدمات اللي متواجدة داخل مركز التجميل والتغذية العلاجية للدكتورة هند العقاد. طبعا احنا الدكتورة هند شخصية من الشخصيات المفيدة جدا في المجتمع، كان واجب علينا النهاردة ان احنا نستضيفها في البرنامج، وان شاء الله دكتور هنشغل نبذة للدكتورة هند عشان تعرفوا عليها، وهي هتقول دلوقت عنوان المركز تفصيليا، وان شاء الله يكون عمل مفيد جدا للمشاهد. وان شاء الله نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا من الفاصل مع فقرة مميزة جدا مع المطبخ المصري الأصيل، المطبخ المصري العريق اللي دايما بيبهرنا بالجديد بتاعه. طبعا معنا النهاردة شيفة هبة الفلسطيني، هتقدم لنا منيو خطير جدا، هتدي المقادير والمكونات عشان الناس الهواه اللي بتتعلم وعشان كمان ستات البيوت. الاول بنرحب بالشيفة هبة الفلسطيني. اهلا بيك، ازيك استاذ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. احكي لنا بقى، قدمت حلقات ومكسره الدنيا بره، عايزين نتعرف الاول عنها. ايوه، وانا بقالي في المجال دوت حوالي بتاع سنتين. كنت شغاله في قناه في اسماعيليه. احنا مش هنتكلم عن اي قنوات، مش هنتكلم عن اي قنوات. احنا دلوقتي تمام، يا شغلتي حوالي في قناتين. احنا عايزين نعرف حضرتك اتعلمتي الطهي. الطهي من كام، من مده قد ايه، كام سنه؟ والله انا اول ما اتعلمت، يعني اول ما ابتديت ادخل المطبخ كنت حوالي في ثالثه اعدادي، وابتديت اتعلمت الحلويات الاول. خبره قديمه بقى. لا انا حابه المجال دوت، وبعد كده طورت نفسي، بقيت اخد كورسات، بقيت اتعلم على اليوتيوب، بقيت اسال صحابي اللي هم الشيفات الكبار. يعني خدت خبره واكتسبت. إيه أكتر يعني حاجه في المطبخ، اي قسم في المطبخ بتدي فيه اكتر؟ معجنات. المعجنات ايطالي بقى؟ معجنات، يعني البيتزا والباستا والشربات والمقبلات كله. والحاجات الشاميه كلها، بما اني فلسطينيه فكل المعجنات الشاميه كمان هم فلسطينيين شاطرين قوي في المعجنات. المعجنات احنا عندنا حاجه اساسي، يعني العيش والحاجات دي كلها تبقى لازم موجوده في البيت اساسي. طب انت يا هبه هتعملي لنا ايه النهارده بقى؟ النهارده هنعمل فراخ مشويه في الفرن بالخضار. تمام، وعندنا كمان الخضار بقى اللي انت تحبيه معاها، وعندي بقى العيش الشامي اللي بيبقى مكسر الدنيا دوت،
سهل جدا وسريع وبيفك ازمه كبيره قوي في البيت. شوف هبه، احنا بنطلع فقراتنا مش بنستضيف اي حد، ولكن انا بوصي جدا ان المقادير تكون مظبوطه عشان المشاهد بيدخل يعمل سيرش على جوجل وعلى السوشيال ميديا بانواعها، بيطلع يقول ايه ده المقادير طلعت مش مظبوطه وبوظت لي الخلطه وبوظت لي الاكله اللي انا بعملها. فاحنا عايزينك، انا عايز اقول لحضرتك ان دي قبل اي حاجه امانه. طبعا دي امانه مني بوصلها للمشاهد. انا مش بشكك في قدراتك، ربنا يخليك، كفاءتك عاليه جدا، ولكن احنا برضو بنوصي ان المقادير تبقى مظبوطه، عشان وعايزين بقى الحديث بقى، يعني احنا خلاص مش عايزين نكون تقليديين، ايه نقدم نفس الاصناف اللي هي اتقدمت من قبل، عايزين ننزل حاجات جديده. الاول بس بتعرفينا باول وصفه مع حضرتك وبتقولي لنا المقادير بتاعتك. اول وصفه معانا اللي هي الفراخ بالخضار. تمام، الفرخه بتاعتي بتجيبيها فرخه كامله او فرخه متقطعه، ومعايا الخضار بتاعي اللي انت تحبيه او حسب الموسم، جزر، خيار. الاول خلينا واحده واحده، اسم الصنف ايه؟ فراخ مشويه بالخضار. فراخ مشويه بالخضار. المقادير ايه؟ المقادير عندنا فرخه او حسب عدد افراد الاسره، هي ملهاش مقادير معينه. تمام اوكي، بس هو المصدر عندنا الفرخه الأساسية. هشتغل على فرخه دلوقتي. الفرخه عندنا معها خضار الكميه اللي انت تحبيها، التتبيله بقى هي دي الستاندر عندي. الفرخه بتاخد قد ايه؟ الفرخه عندي بتاخد ربع كوبايه خل، ربع كوبايه زيت، بهارات. انا ببقى ليا خلطه معينه بهارات الشام بتاعتنا، احنا نتكلم يعني عن السوائل وعن التوابل لوحدها عشان ما يتوهوش برضو. اوكي، ما انا لسه هقول اهو. البهارات عندي يعني اضعف ايمانك لو انت مش متاحه حواليكي اي بهارات، ملح وفلفل اسمر. بس انا اقول بقى الخلطه الشام بتاعتنا اللي بتطلع الطبق ليه اللي هو الطعم المميز بتاع الشوي. السوائل واحد ايه؟ عندي ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت وربع كوبايه خل، ومعايا معلقه صويا صوص. طيب اوكي، صويا صوص وخل وزيت كده. اوكي اوريدي خلاص، خلصنا منها. ندخل على التوابل بقى. التوابل بقى عندي ملح وما بكترش عشان عندي صويا صوص وعندي خل. دي اولا. تاني حاجه عندي فلفل اسمر، عندي كاري، عندي بابريكا، قرفه، ورشه حبهان صغيره. تمام، واوريجانو. دي التوابل بتاعتي. شيفة هبة نبتدي. اوكي ماشي، انا عندي اول حاجه بحط الخضار بتاعي. خلاص الخضار اللي انت حباه، قولي لنا الحاجه اللي بتحطيها واحده واحده. بطاطس. لا انت حطيتي بطاطس في الاول. بطاطس وبعد كده الكوسه. انا الخضار ده متاح، يا رب ان شاء الله صنف واحد مفيش مشكله. خلاص اي حاجه بقى موجوده عندنا في البيت، اي موجوده حاجه عندنا. خلاص بحط كده وبحط الجزر. انا اللي يهمني من الدرجه الاولى مش اللي بيتحط، اللي يهمني من الدرجه الاولى السوائل، عشان في ناس بتحط زيت كتير ويبقى عندهم كوليسترول. لا ما انا قلت ستاندرد. لا لا الحاجات دي على فكره يا محمد ممكن انت تمينها مع نفسك. لا يعني بعد كده يا جماعه احنا عايزين نشتغل بالمقادير بالجرامات، عشان برضه مش كل ستات البيوت، ثواني يا محمد، مش كل ستات البيوت بيعرفوا بالجرامات. لا بالكوبايه المعيار بيبقى احسن، ده الاساس اللي عندنا. بالجرامات وهم بعد كده يقدروا. مش كله يعني عنده المعيار بتاع الجرامات. لا احنا هو معياري في البيت ايه؟ المج او الكوبايه والمعلقه الكبيره. فيه مجات كبيره قوي. ماشي. لا لا هي احنا بيبقى هو الستاندر اللي هو 200 ده صح؟ 200 ايوه كده. ما انت قلتوا المقادير اهي، قلتوا 200. تمام. شفت بقى انا شاطره في المطبخ برضه، ده انا هساعدك بعد كده. خلاص هنعمل مع بعض انا وانت. خلاص يبقى انا حطيت جزر وحطيت كوسه. تمام، وحطيت فلفل اخضر معايا، البصل متقطع جوانح زي كده. البصل جوليان ولا جوليان؟ اللي هي احنا بنقول جوانح. تمام خلاص، وبحط كده وبحط معايا كمان، وبنحط توم فصوص كامله. كامله مش مفرومه. انا قلت لا كامله. يعني بتبقى احلى طعمها احلى. تمام خلاص، انا حطيت الخضار بتاعي اهو. خلاص كده مش عايزه خضار تاني. تمام، هاجي بقى للفرخه بتاعتي. انا عاملاها هنا، انا عاملاها هنا كامله. تمام، لو انت عايزه تعمليها متقطعه، لو في اطفال صغيرين في البيت بتقطعي الفرخه الحجم اللي انت عايزاه. الفرخه بتتقطع. شمم ريحه التتبيله، ريحه اللي لسه هنتبل. محمد هياكل معانا لسه. لسه هنتبل دلوقتي، مش هناكل وانا اللي وقفت معاكي. ايوه صح. تمام، عندي الفرخه بتاعتي الستاندر بقى بتاع الفرخه بتاعتي. تمام، انا بجيب عندي كده اي بقى كوبايه عندك عشان اقول لك بقى تعملي ايه. تمام، عندي ربع كوبايه زيت. رجعنا برضو ربع كوبايه. افتحي لي بس اللي افتح عشان الزيت. ربع كوبايه زيت، يعني ربع كوب زيت. انتوا عارفين الكوب بيبقى اللي هو الرسم بقى بيبقى ايه؟ يعني هو. تمام، خد يا محمد افتح. هو وسط. اشتغل معانا يلا. نقعد نفتح. ايوه هياكل على الفاضي، مش عارفه. انت هتاكل على الفاضي؟ ايوه العضلات كده. ايوه. انتوا عارفين ان انا ايه؟ انا عضلات. انا بلعب رياضه، فانا اللي هفتحها. هتعرفوا ان الرجاله هم اقوى من الستات. ماشي يلا. هياكلوا في حاجه صعبه. مش مشكله، دي برضه سهله يا محمد. مش عارفه. ماشي. ربع كوبايه زيت لكل فرخه، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه خل. خليكم بقى معايا مركزين. ومعايا معلش ممكن تجيبي ده الصويا، صويا صوص معلقه واحده. خلاص
كتر الصويا صوص برضو غلط يعني. انا بقول معلقه واحده، انا بقول بعد كده ليهم هم. لا لا لا, لا 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 مش ليها خالص، انا بقول دي نصيحه للستات البيوت. صح، احنا برضو هي لما اتكلمت يا هيلت معلقه سيادة الإعلامية نهال الحريرة، هي لما لا شفت انا اتقلبت دلوقتي بقيت شيفة. لا لا هي لما اتكلمت يا شيفة نهال ايوه قالت ما نزودش الملح عشان فيه صويا صوص، فبالتالي بيبقى فيها برضو ملح. هي عموما طبعا انا متذكر ان هي قالت حاجة. ايوه انا بدي لك المقدار والفوائد والبهارات بقى. البهارات دي عبارة عن ايه تاني؟ بتاعتنا بقى اهي، انا ببقى عاملة عندي علبة يعني عاملة خلطة حطها عندي في البيت. عبارة عن ايه تاني؟ عندي البهارات بتاعتي فلفل اسمر وبابريكا اوريجانو قرفه وحبه هيل. تمام، صوتك انت مش بتعلمي، مش بتعلمي الشيف نهائي. أيوة يعني لا انا عالم ايه، هي استاذه ده كانت قاعده بره بتديني وصفات بره معلومات للمشاهد. لا يا محمد انا شاطره على فكره. ما انا بقول له هو كنت قاعده بتديني اصناف، قاعده بتقولي اصناف بره. انا مش عايز الوقت يعدي مننا ولسه ما خلصتش. استنى بس بصي يلا. تمام، نقول تاني فلفل اسمر بابريكا قرفه حبه هيل اوريجانو خلاص وكاري خلاص. اضعف ايمانك ملح وفلفل اسمر لو ما عندكيش كميه البهارات او انت ما بتحبيش البهارات خلاص. معلقه كبيره انا بعمل الخلطه بحطها في علبه عندي بحتفظ بيها. اظن كده المشاهد عرف عشان كده. بعد كده ما تقولوش ده الخلطه طلعت مش مظبوطه، هي بتتكلم اي حد عنده اي كومنت عليها هي مش عليا انا. وعندنا ملح وما بحطش كتير خلاص، وبقلب الكميه بتاعتي دي. احلى حاجه الملح لما يبقى قليل يا محمد. في ناس بياكلوا الملح بكميه فظيعه ما يعرفوش اختاره بعد كده هتبقى ايه. لو الاخطر كمان يعني الملح وتبص تلاقي طبق المخلل. طبق المخلل في بعض كده. بص هقول لك، بتحط ملح قليل وهي بتبقى محتاجه ملح. ماشي، خير الامور الوسط. خير الامور الوسط في كل حاجه يا محمد. على فكره السكر والملح دي من اكتر الاشياء. انا معاك بس خير الامور الوسط، ولا كتير ولا قليل. شوف ان هل هي بتديني على فكره انت اللي معطلني. كملي اكمل اقول لك ما كمليش اشتغل. هو هياكل بس مش عايز حاجه خلاص. بحط جزء هنا على الخضار بتاعي وجزء الثاني على الفرخه بتاعتي خلاص. وبلخبط كل ده مع دوت وبرجع احطها في كيس حراري. ونصيحه نصيحه نصيحه، الغوا ورق الفويل في المطبخ نهائي. ورق الفويل لحفظ الطعام، ان انا الف الطعام. طب ايه اضراره ورق الفويل؟ في معادن وفي حاجات بتتاكسد او بتتفاعل مع الحراره، دي غلط. فانا بنصح بالكيس الحراري، ثمنه مش غالي، ثانيا بوفر عندي في الوقت. طالما وفرت في الوقت في الفرن بوفر في الغاز. فكره معلومه جميله بس مش هقدر اخدها من حضرتك دلوقتي الا لما يكون معانا ان شاء الله الحلقه الجايه دكتور تغذيه علاجيه. بس عشان برضو ايه هيقول لك اللي انا قلته. هو انا عارفه المعلومه دي على فكره، بس انا حابه ان هي تقولها. موثوق يعني انا جايبها من مصدر عليا ولا ايه؟ تمام. انا بعمل كده، بنحطها بقى بعد كده في الكيس الحراري كلها. وبتبل هنا الفراخ بتاعتي وبحط ده على ده في الكيس الحراري وبحطها في الفرن بتاعي. تمام، بتاخد حوالي ساعه الا ربع، ما بتاخدش كتير لان في الكيس الحراري. لو حطها في ورق فويل خدي عندك ساعتين في الفرن. انت حضرتك عملت التتبيله وحطيت بحط جزء على الخضار لان لازم اتبل الخضار الاول، وبحط جزء على الفراخ. تمام، وبلخبط دول ودول وبحطهم هما الاثنين في كيس حراري. يعني بدمج يعني دمج، بتدمج الاثنين وبتحطهم في كيس حراري. احنا بنتكلم ستات بيوت على فكره. وبنتكلم لسه عرايس جداد وبنات لسه بتتعلم الطبيخ. مش هقعد اقول لهم بدمج بسرعه عشان وقتنا قرب ينتهي. كده خلاص، ده بالنسبه للطبق الاولاني. وبتطلع بقى ايه بالشكل بعد كده بنقدمها بالمرقه يا جماعه. طبعا الشكل هي ريحتها يعني فزيعة. هي كده عملت التتبيله، وبرده عشان ضيق الوقت مع حضراتكم فهي عملت حاجه نموذج، فطبعا هو هيكون كده. طبعا الصوص انا شامم ريحه التتبيله والصوص طبعا طعمه جميل. هنبدا معاكم بالصنف الثاني. هنعمل ايه بقى تاني يا هشام؟ الصنف الثاني ايه؟ الصنف الثاني بتاعنا اللي هو العيش الشامي. بس انا اديكم بس ايه شكل العيش الاول. تمام، العيش دوت حلو قوي للساندوتشات، اسمه عيش شامي. احنا بنعمله عندنا ده اساسي في الفطار في الغدا، موجود عندنا. انا هعمله ده. بص عايز حاطه الطبق جنبه كمان على فكره. العيش الشامي ده او اي عيش الست بتعرف تعمله ساعات بينقذ موقف، وخصوصا في البيت المصري. ده العيش، وبعدين ده الصنف الثاني العيش. ده الصنف. اتكلمي بقى عن مقاديره. بص بقى الرغيف بتاعك عامل ازاي. ده بصراحه محمل عشان اما اجي احشي اي حاجه لحمه اي حاجه بقى طحين اي حاجه فيها صوص بيستحمل. تمام، بصوا الطراوه طري. صح، لا فعلا انا شايف ان هو مش بيتقطع ما شاء الله جميل. وعلى فكره مش اي حد يعمل الحركه دي. لا مش اي حد يعمل العيش. انا شايف انه ممكن يتعمم فيما بعد على الاسواق على فكره. طبعا احنا هنتكلم معاه في موضوع الكاترينج بس تفتح لنا للصنف الثاني. اوكي تمام، عندنا مقادير الصنف الثاني. طب مسموح اكل ده ولا ايه؟ اتفضل. بص جاي ياكل معانا والله. انا حاسه ان انت جاي النهارده تاكل. مقادير الصنف الثاني بتاعنا اللي هو مقادير العيش. تمام، انا عندي هنا كوبايه ونص ميه دافيه خلاص،
ومعايا هنا هنحط بقى على طول عشان نشتغل. اه يا وانت بتحطي قولي. وانا بحط هقول حاجتي. تمام. الاول حاجه عندي هنا كوبايه ونص ميه دافيه عشان بس ايه اديك الاستاندر بتاعك برده تفضلي شغاله بيه في البيت والدنيا ما تبصش منه. خلاص الكوبايه اللي هي 200 مللي. 200 اه احنا النهارده الكوبايه 200 مللي. يعني بقول للمشاهدين النهارده عشان ضيق الوقت احنا نحاول النهارده ان شاء الله نعمل لكم صنفين، هو في ثلاث اصناف بس عشان ضيق الوقت هنديكم صنفين وهندول المعلومه هتكون كويسه جدا وهيكون برضو طالع نفس يعني انتم شايفين نفس المكونات ونفس المقادير هتطلع لكم التيست ده وكمان التوابل. عايز ادي معلومه، التوابل بتسوي اللحوم بسرعه، يعني في ناس بتقول ايه بتحط بتسلق الفراخ او بتحط الدجاج في الفرن كده، لا التوابل بتعمل هو سرعه. هو في ناس ما يعرفوش ان انت شيف اصلا يا محمد. انا في البدايه يعني انا مش عايز اعرفكم، انا في كنت شيف وشيف شاطر جدا ومعروف. وانا في الايطالي كنت رقم 2 خالص. ايه رايك في العيش بقى بتاعي؟ طب مين رقم 1؟ طيب التقييم بعد الحلقه بعد ما هو كان رقم 2 بس انا كنت رقم 1 مش كمان. طيب الشيفة طبعا الشيفة نيهال كانت في بيتي. انا شيفة نيهال. الشيفة نيهال شيفة في بيتها وانا كنت بديها المعلومات بالتليفون. ماشي اكمل 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 كملي. ماشي قلنا كوباية ونص مية عليها معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة. تمام. وبحط انا عندي هنا للتست انا يا تحطي كوباية مية ونص لبن او كوباية ونص مية ومعلقة لبن باودر بيدي للعجينه. اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين كان معانا النهارده شيفه من شيفات مصر وشيفات الوطن العربي الجميلات اللي لهم نفس ولهم ذوق ولهم بصمه جميله جدا. ان شاء الله الحلقه الجايه هنقدر نعمل اصناف كتير جميله، المقادير هتكون مقادير مظبوطه 100%. أنا بشكر الشيفة هبة الفلسطيني إن هي النهاردة جت حلت ضيفة في برنامج أم الدنيا قناة الصحة والجمال، ويا رب تكونوا استفدتوا بالحلقة وإن شاء الله الحلقات الجاية تكون أميز وأميز ويكون عندنا وقت أطول نقدر نشرح لحضراتكم ونقدم لكم كل فقرة وكل حلقة أصناف جديدة وإن شاء الله انتظرونا في الجديد. وكانت معاكم شيفة هبة الفلسطيني مع محمد عطفي وزميلتي الإعلامية نهال الحريري، وإن شاء الله الحلقات الجاية تكون أميز وأميز ومنتظرين ردود وكومنتات حضراتكم. كان معاكم محمد عطفي برنامج أم الدنيا قناة الصحة والجمال.